أعتقد ذلك. هو طبعا يريد يظهر بمظهر إصلاحي ويعطي طابع لمطالب الشعب أو قريب من مطالب الشعب، ولكن الحقيقة أنه جاء بأوامر من خامنئي، والآن تبين للجميع بأنه مرشح خامنئي لهذه المرحلة على مواضيع داخلية وعلى مواضيع خارجية. ولذلك لا أعتقد أن هناك شيء جديد في كلمات بيزشكيان، كرر ما كان يقوله في السابق، وأعتقد أنه يحاول ضبط الأمور في الجبهة الداخلية وفقا إلى ما يريده علي خامنئي، وأيضا سيستمر في سياساته الإقليمية المتعلقة بالميليشيات، وأيضا سيمد جسور للولايات المتحدة ويحاول التفاوض مع الولايات المتحدة حول موضوع الملف النووي، ولكن لا أعتقد أنه بالشكل والمضمون لديه شيء جديد في هذه القضية. طيب، موضوع العقوبات التي فرضت من قبل الجانب الأمريكي في تزامن مع أدائه اليمين، هل من معنى لها؟ هل من رسالة تريد الولايات المتحدة إيصالها عندما تفرض عقوبات على وسطاء إيرانيين وفقا للأنباء متورطين بشراء صواريخ ومسيرات؟ هل هي رسالة من الولايات المتحدة أم أنه جاءت في التزامن معها ربما بشكل عفوي؟ لا، هذه رسالة قوية من قبل الولايات المتحدة بأن الانتخابات التي أجريت في داخل إيران هي انتخابات غير شفافة ونتائجها لا تمثل الشعب الإيراني، ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة لا تغير سياساتها المتعلقة بالعقوبات، ستستمر في هذه السياسة وستضغط أكثر، لأن هناك ضغوطات من قبل النظام الإيراني موجودة في المنطقة، وسنشهد هناك تطورات أكثر في الأيام القادمة والأسابيع القادمة فيما يخص لبنان، فيما يخص الجبهة العراقية، في سوريا ومكانات أخرى. ولذلك الولايات المتحدة الآن لا تتراجع في موضوع العقوبات، مهما أن هناك سيقولون أن شخص إصلاحي مثل بيزشكيان جاء في إيران، وسياسات الولايات المتحدة ثابتة في هذا الموضوع وستستمر في شكل قوي. طيب، عندما يقول الرئيس الإيراني بأن دعم المقاومة وفقا لتوصيفه واجب شرعي، ألا يؤثر هذا التصريح اليوم على الموقف من إيران، خاصة في ظل ما يحدث اليوم من توترات في المنطقة، الجبهات مشتعلة في كل البلاد التي يوجد فيها أذرع لإيران، وهذه الكلمة ربما تفهم بأنه نوع من التحشيد، وليس كذلك؟ أنا أعتقد أن بيزشكيان هو لا يريد إصلاح السياسات الخاطئة المتعلقة في المنطقة وتجاه أيضا تجاه الاتحاد الأوروبي وتجاه الولايات المتحدة. بيزشكيان في هذه المرحلة هو يريد يلبي ويطبق ما يقوله علي خامنئي. قبل يومين علي خامنئي تحدث عن الاتحاد الأوروبي وتحدث عن الدول الغربية وسماهم بأنهم أعداء ولديهم سياسات عدائية، وركز على توسيع العلاقات مع الصين وروسيا والبقاء في فلك الصيني وفلك الروسي. ولذلك أنا أعتقد ما يقوله الآن بيزشكيان هو تطبيق واضح لما طلبه خامنئي وما قاله خامنئي، وليس شيء جديدا. أنا أعتقد سياسات النظام في المنطقة ستستمر، وربما سنشهد هناك تدهورا، على الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي هو موجود الآن في طهران، ولكن هذا ظاهر القضايا، باطن القضايا سنشهد هناك تدهورا في العلاقات الإيرانية العراقية فيما يخص بتدخلات إيران أكثر في الأيام القادمة والأسابيع القادمة، لأن هناك مستحقات وفقا إلى السياسة الإيرانية في المنطقة، هناك تطور في الجبهة اللبنانية، أيضا هناك مأزق في موضوع غزة. ولذلك أنا أعتقد، وأيضا نضيف قضية الحوثيين في اليمن، أنا أعتقد التطورات القادمة ستكون أكثر شدا
من قبل النظام الإيراني، وهذا سيؤثر على الدول الإقليم في المنطقة. الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية تقول بأن هناك حملة أو مساعي سرية من قبل إيران بما يخص موضوع الانتخابات الأمريكية. هل بالفعل لدى إيران هذه الإمكانية للتأثير حتى لو كان هناك حملات سرية على موضوع الانتخابات وعدم وصول ترامب إلى سدة الحكم؟ يعني هذا من ضمن آمال إيران بأن ترامب لا يصل إلى سدة الحكم. وفي الانتخابات السابقة أيضا هناك كانت تقارير استخباراتية تقول بأن النظام الإيراني تدخل في هذا الموضوع، وأعتقد بعد 4 سنوات سنشهد هناك تطور في هذه التدخلات. ما تريده إيران هي أن تدخل في موضوع بيانات الناخبين، أيضا خرق بعض الإدارات في الولايات المتحدة، والمحور الثالث يتركز على الفضاء الإعلامي والأخبار في داخل الولايات المتحدة. طبعا هناك كانت محاولات لدخول أو خرق بيانات الناخبين في الولايات المتحدة ولكن باءت في الفشل. أيضا هناك كانت محاولات لخرق بعض الإدارات في الولايات المتحدة، أيضا هذه باءت في الفشل. يبقى المحور الوحيد اللي تستطيع إيران أن تعمل عليه هو نشر وبث أخبار كاذبة من خلال المواقع الاجتماعية وشبكات التواصل الاجتماعية. وطبعا هناك رأينا بعض التحركات، نعم، في مثلا شبكة فيسبوك أو تويتر أغلقت بعض المواقع، نعم، الإيرانية وبعض الحسابات الإيرانية. شكرا جزيلا من واشنطن، كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان، شكرا جزيلا لك.